من قبل أسبوعين أشجع قرار أخذه رئيس الوزراء الحالي اللي هو الموافقة على مد أنبوب ثالث بحري كإضافي لما موجود من الأنابيب، وهذا الشيء زين. لأول مرة أنا أسمع قرار جيد من هذا النوع. والله يا وتراجع عنه لكنه بعدين بأسبوعين رجع كمله، هذا الشيء زين. الزين ينقال. أنا ما زالت عندي ثقة بهذا الرجل، أنا متأمل من هذا الرجل أن يفجر مفاجأة. هسه شو وقت تصير؟ بس ما زال أكو أمل. هسه أنت هذا بالأنبوب الثالث، الآن أكو قضية ملفتة للنظر، ما أعرف أنت مطلع عليها بإسهاب أو لا. الآن مشروع قضية طريق التنمية اللي العراق راح يصير مركز ثقل أساسي بالعالم كله، راح يكون مسيطر على طرق البضائع والطاقة في العالم. شنو تقييمك لهذا المشروع؟ هو هذا المشروع كما يعني اتضح لي إلى مؤيدين وإلى معارضين من داخل أطراف العملية السياسية في العراق. رئيس الوزراء الحالي والدول المجاورة هي تسعى باتجاه بناء الربط السككي والربط البري، أنبوب يعني العفو، خط سكك يجي من الفاو إلى فيشخابور، وفي نفس الكوريدور نفس الممر يكون هناك طريق، وعلى أساس أنه هذا يوفر أيضا حتى إيراد بحدود 4 مليار دولار بالمرحلة الأولى. بالمرحلة الأولى نعم، ونقل حاويات ونقل إلى آخره. لكن في نفس الوقت الجانب الآخر يعترض على هذا الشيء. أنا تلاحظ أنه إحنا جاي نسيس كل عمل، كل عمل. يعني أنت تطرقت إلى الخط العراقي الأردني، أنا قناعتي مو الجانب الاقتصادي اللي أكو قسم دا يحاولون يجمع أرقام ويطرح أرقام كيف، لا، جانب سياسي، أكو بعد سياسي بين قوسين اللي يخليهم ضد إن شاء الله، وكذلك هذا الخط طريق التنمية، وكذلك بقية يعني أرجع إلى ما قلت أنا الباحة. إحنا إذا راح نظل نفكر بتجزئة العراق بكل شيء، يعني لازم يكون عندي في كل محافظة مطار دولي، لازم يكون عندي في كل محافظة مصفى للنفط، لازم يكون عندي في كل محافظة محطة توليد كهرباء، وين صايرة هذه؟ هذه والله عمرها ما صارت سابقا. هسه أنا أقول لك إياها، احنا في اواخر السبعينات كان اكو هناك نيه لانشاء مصفات للنفط في الموصل. انا باعتبار انه عائلتي من الموصل، رئيس مؤسسه المصافي من الموصل، رئيس مؤسسه الثاني من الموصل، زين. والله من بينت الحقيقه قلنا ما تصلح الموصل لاعتباراتها، نقلنا البيجي. يا أخي جوجو من هاي العادة. لا بس أنت للأمانة، الأمانة التاريخية في وقتكم العراق، تذكر هاي الأغنية 16 مليون نسمة، الآن العراق 43 مليون نسمة. يعني مطار واحد إيراداتنا شقد، مصفى ما يكفي إيراداتنا لهم الحرامية خير منها. ما يخالف، أنت يجب أن تبني وفق دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية. شوف هاي مال المصافي، يجي لك وزير إكس، ما راح أسميه، يجي لك وزير إكس يقول لك راح أبني 4 مصافي تعاقدوا ويا شركات لدراسات الفنية مالتها. يجي الوزير البعدة شنو هاي 4؟ لا راح أسوي 10، ترى هاي مثبتة. هسه ماكو، طلع بس مصفى كربلاء. لا ما أنا بعدين شبيه 10 وهاك زين. ما يصير أنت لازم أكو. إحنا بوقتها في وقتها أيضا تصنيع العسكري أعطوا صلاحية إنشاء مشاريع دون دراسات جدوى فنية واقتصادية. قلنا لهم هذه أكبر غلط وأكبر دون دراسات جدوى فنية. ما يصير أنت تبني لك بيت مجمع سكني لازم أكو بيه دراسات جدوى فنية واقتصادية. فهذا الموضوع يجب أن يبنى على هذا الأساس، مو لكون هاي المحافظة بيها شيعة لو بيها سنة. ما يصير هاو كرد ومو كرد، أو الكرد يقول لك والله أنا أمثل كذا نسبة من السكان ولازم أخذ من القروض هالقد.